نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك القول إن بلاده تبحث إمكانية إطلاق اتحاد الغاز مع كازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاثة ومشترين آخرين للطاقة من بينهم الصين. وقال المتحدث باسم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح مثل هذه الفكرة في اجتماع مع توكاييف أمس الاثنين، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل. وبينما تمثل روسيا مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي، فإن إنتاج أوزبكستان وكازاخستان يعادل تقريبا استهلاكهما، ويربط خط أنابيب غاز البلدين بروسيا، ويمر خط أنابيب منفصل عبر كل منهما إلى الصين. ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالتدخل بشكل عاجل لمنع عمال قطاع الشحن بالسكك الحديدية من الدخول في إضراب. وبعدما وصلت المفاوضات على اتفاق جديد بين أرباب العمل والنقابات إلى طريق مسدود، قال بايدن إنه قد يلجأ إلى قانون صدر عام 1926 ويمنح السلطة التشريعية صلاحية لمنع إضراب عمال السكك الحديدية. في محاولة لمنع كارثة عن الاقتصاد الأمريكي، ناشد الرئيس جو بايدن الكونغرس للتدخل بشكل عاجل لمنع عمال قطاع الشحن بالسكك الحديدية من الدخول في إضراب قد تكون تداعياته مدمرة على الاقتصاد الأمريكي. وبعد فترة من المفاوضات والشد والجذب، وصلت المفاوضات على اتفاق جديد بين أصحاب العمل والنقابات إلى طريق مسدود، ليصبح أكبر اقتصاد في العالم مهدداً بخسارة أكثر من ملياري دولار يومياً في حال نفذت النقابات تهديدها وأوقفت ما يقرب من 7000 قطار شحن عن العمل اعتباراً من 5 ديسمبر المقبل. الطرفان كان قد توصلا لاتفاق مبدئي في سبتمبر الماضي، لكن بعضاً من النقابات البالغ عددها 12 نقابة رفضت لاحقاً المصادقة على الاتفاق لاعتراضها على مسألة تتعلق بالإجازات المرضية. وفي خطوة لمواجهة هذا التهديد الخطير للاقتصاد الأمريكي، طلب بايدن من الكونغرس القيام بخطوة نادرة باللجوء إلى قانون صدر في عام 1926 ويمنح السلطة التشريعية صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديدية، حيث يمكن للكونغرس بموجب هذا القانون أن يفرض تطبيق الاتفاق المبدئي رغما عن النقابات المعترضة عليه. بدورها أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بيانا أكدت فيه التردد في تجاوز عملية المصادقة على الاتفاق المبدئي، مشددة على ضرورة التحرك لمنع الإضراب الذي وصفته بالكارثي وأنه من شأنه أن يشل الاقتصاد الأمريكي. هي إذن جهود ومفاوضات وتهديدات من الإدارة الأمريكية لمحاولة منع كارثة تهدد الاقتصاد الأكبر في العالم. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن تفقد وتيرة نشاط النقل البحري العالمي زخمها العام المقبل، حيث تلقي الإضرابات العالمية الاقتصادية والأزمة الأوكرانية وتداعيات كورونا بثقلها على التوقعات التجارية. وتشير تقييمات أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ في عام 2023 بعد عام غلبت عليه تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وارتفاع التضخم. ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ على الملاحة البحرية التي تنقل أكثر من 80% من التجارة المتداولة عالميا. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من باريس الدكتور مجدي بودن أستاذ القانون الدولي. دكتور مجدي، يعني بعد التحية، كيف تقرأ هذه التوقعات التي صدرت مؤخرا من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية دكتور مجيد؟ هو شيء طبيعي أن يعني أزمة الكورونا ثم الأزمة الروسية في التي هو اجتياح اوكرانيا كان كذلك له تاثير سلبي كبير جدا.
ولكن هناك كذلك عوامل أخرى فيما يخص الملاحة الدولية. صحيح. أنه الآن بدأ تصنيع شاحنات كبيرة عملاقة لا يمكنها أن تدخل إلا الموانئ الكبرى، وبهذا إن استعمال هذه الشاحنات وتفريغها في الموانئ الكبرى سيجعل التكلفة باهظة أكثر بالنسبة للبلدان التي ليست لها موانئ بحجم كبير، ومن هنا نسبة التضخم ونسبة ارتفاع الأسعار ستزيد. وإن كانت هناك حرية الملاحة وحرية التجارة فيجب الأخذ بعين الاعتبار البلدان الفقيرة وخاصة الإفريقية التي ليست لها إمكانية أن تشيد موانئ كبيرة جدا لاحتواء تلك الحاويات الكبرى. وهذا هو عامل أساسي تطرقت إليه منظمة التجارة الدولية، ومن هنا نرى أن نسبة التضخم ستزيد، ولهذا السبب توجد هناك مفاوضات لكي ننظر كيف نساعد البلدان الصغيرة. طب برأيك كيف بشكل فعلي وعلى أرض الواقع يمكن مساعدة الدول الفقيرة أو ذات الاقتصادات الضعيفة، خاصة وأن التوقعات بأكملها تشير إلى أن التباطؤ سيستمر في السنوات المقبلة؟ نتحدث عن مزيد من التباطؤ في العام المقبل 2023 وفقا للتقارير الاقتصادية الدولية. كيف يمكن مساعدة مثل هذه الدول بشكل فعلي؟ بشكل فعلي يجب أن كل زيادة في أسعار النقل سيتحملها الصندوق تحت الأمم المتحدة وخاصة تحت منظمة التجارة العالمية لكي لا تتأثر تلك الدول لسبب كون أنها ليست لها إمكانية بأن يكون لها موانئ كبرى بشكل سريع. ويجب كذلك تمويل دولي لتلك الإمكانيات لكي تتمكن الدول الإفريقية والدول الصغرى والتي لا يمكن اقتصادها تحمل ذلك لأن لا تكون ضحية لتغيير اقتصادي كبير جدا بدون أن تكون هناك مساعدات لتلك الدول. وهذا مسألة أساسية في التضامن الدولي. صحيح. ويجب على الدول التي لها إمكانيات أن تساهم في تمويل تلك الموانئ وتوسيع الموانئ الموجودة، وهذا يجب إيجاد إنشاء صندوق خاص لتلك الخطوة التي بالأخير تكون مهمة للاقتصاد العالمي ككل. صحيح. وهو استثمار من الدول الغنية لدى الدول النائمة والدول النامية وترجع المصلحة للجميع. الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي كنت معنا هاتفيا من باريس. توقع البنك المركزي الأمريكي احتمال خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد أسعار الفائدة يومي 13 و14 من ديسمبر المقبل. توقعات غير متفائلة عبر عنها مسؤول بالبنك المركزي الأمريكي خلال مؤتمر أقامه النادي الاقتصادي في نيويورك عبر الإنترنت. تصريحات نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الاتحادية جون ويليامز أشارت إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم. أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تجديد السياسة النقدية لبعض الوقت، وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل على الأقل. فتكاليف الاقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض التضخم الذي ارتفع جدا، وربما في عام 2024 يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سينخفض. كما رجح ويليامز أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 4.5% و5% بحلول نهاية العام المقبل، صعودا من النسبة الحالية عند 3.7%، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي ضئيلا هذا العام والعام المقبل.
وعلى مدى الاجتماعات الأربعة الأخيرة اعتمد المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة الأكبر من المعتاد عند 75 نقطة أساس، ليجعل السعر المستهدف عند السعر الحالي ما بين 3.75% و4%. ووفقاً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فإن التضخم الأمريكي مستمر ومتجذر، مما يجلب معاناة اقتصادية أكبر من الركود، كما أقر أيضاً بالصعوبات الاقتصادية التي تنجم عن تجديد السياسة النقدية. ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى كوريا الجنوبية، حيث أصدرت حكومتها أمراً لعدة آلاف من سائق الشاحنات المضربين بالعودة إلى العمل، مشددة على أن خروجهم في إضراب عام اعتراضا على رسوم الشحن يضر باقتصاد البلاد. كان الألاف من أعضاء منظمة تضامن سائقي شاحنات البضائع قد بدأوا الإضراب منذ الخميس الماضي، ويعد هذا ثاني إضراب عام لسائقي الشاحنات في جميع أنحاء كوريا الجنوبية منذ يونيو الماضي، دعين الحكومة إلى استمرار العمل بالنظام المعمول به للحد الأدنى لأسعار الشحن، بدلا من أن ينتهي العمل به في نهاية عام 2022 كما هو مقرر. اليوم أصدرت الحكومة أمراً لسائقي الشاحنات الذين يرفضون نقل البضائع بالعودة للعمل للحيلولة دون حدوث أزمة أكثر خطورة على معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني. بمجرد توقف الاقتصاد يصعب التراجع. إن العودة إلى المسار الصحيح تأتي بتكلفة كبيرة وتضحية. لقد توقفت مواقع البناء والإنتاج في جميع أنحاء البلاد جراء تعليق الخدمات اللوجستية للأسمنت والصلب، وأسس صناعتنا عرضة لخطر الدمار. حتى حياة المواطنين اليومية باتت مهددة، ليس من طريقة تبرر اتخاذ حياة المواطنين والاقتصاد الوطني رهينة لتحقيق مصلحتهم. ذكر البنك المركزي اللبناني أنه مدد تعميماً يسمح للبنوك بشراء مبلغ غير محدود من الدولارات من منصته للصرافة حتى نهاية العام. هذا وقد مدد البنك التعميم بشكل متكرر منذ أن دخل حيز التنفيذ لأول مرة قبل نحو عام. هذا وأفقدت الأزمة المالية في لبنان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها.